بسم الله الرحمن الرحيم. برحب بحضراتكم والدنيا بخير. أصعب إحساس في الدنيا لما تلاقي أقرب أهلك نسيوا ومش عارفين، نسيوا حياتهم وذكرياتهم، حتى كمان أسمائهم ناسين. بتحكي كتير وكتير وتحاول كل مرة تفتكر معاهم كل الأيام والسنين، وبعد لحظات تتفاجئ بسؤال يصدمك: أنت بالنسبة لنا تبقى مين؟ يتمسح شريط الذكريات وكل اللي فات، تلاقي نفسك غريب عن أقرب الأقربين. مرض الزهايمر من أكتر الأمراض المؤلمة نفسيا، لما تلاقي أقرب الناس مش عارفينك. يا ترى إزاي ممكن نتعامل معاهم في المرحلة دي؟ تفاصيل مهمة هنقولها النهاردة إن شاء الله مع الدكتورة رحاب الفي، استشاري الصحة النفسية والعلاقات الأسرية، وإن شاء الله في انتظار تليفونات حضراتكم وأسئلتكم. دكتورة رحاب، أهلا بيكي وكل سنة وإنتي طيبة. وإنتي طيبة، وحشتيني. وحشتيني جدا بجد، وإنتي كمان. احساس صعب جدا، مؤلم جدا جدا جدا، ان اقرب الناس لينا نلاقيهم مش عارفين ومش فاكرين اي حاجه، وتتمسح من الذاكره كل الذكريات القديمه والجديده، ويبقوا كانهم اشخاص تانيين. الزهايمر محتاجين نفسره هو ايه، وهل فعلا بيتمسح كل الذكريات القديمه ولا والجديده، ولا بيبقوا فاكرين القديم والجديد؟ لا، حلو، حلو قوي. انتي كلمتي اولا عن حاجه مهمه جدا، معاناه الطرف الثاني اللي صحيح. هو الناس المقربين لمرضى الزهايمر. والزهايمر بيتقطع الزهايمر، الالف واللام دي مش اداه تعريفيه، هو اسمه بناء يعني يرجع للمكتشف اصلا مرض الزهايمر، اليوس الزهايمر. تمام، عشان الناس تقول لك انا عندي زهايمر، ده حاجه ثانيه. لا، هو الزهايمر. تمام، فهو الزهايمر. تاني حاجه، الناس المعاناه اكتر ليهم هم الناس المصاحبه للحالات المصابه بمرض الزهايمر، هم العيله، الابن، الزوجه، عارفه حضرتك، المحيط، البيئه المحيطه بيه، هم اللي بيعانوا اكتر. الشخص نفسه مش بيعاني كده، ما هو مش فاكر حاجه، لان هو مش مدرك ان هو اصلا عنده مشكله. ساعات بيجي له، عارفه، بيصحى فجاه كده: هو انا ايه اللي جابني هنا؟ عارفه الاحساس ده. ان هو طبعا في مراحل للزهايمر، 3 مراحل وهنتكلم عنهم. المرحله الثانيه منها ان هو بيبدا يفقد ادراكه للمكان والزمان. ولكن تعالي، يعني ايه اصلا الزهايمر؟ علشان الناس كتير قوي دلوقتي، الشباب الجمال بتوعنا: انا بقيت مريض، انا بنسى، انا مش فاكر، انا كذا. لازم نفرق فرق كبير جدا ما بين النسيان وامراض بناخدها من باب الهزار. ايوه، من باب الهزار. بس في ناس بقت مقتنعه حرفيا ان هي عندها الزهايمر. الزهايمر ما بيجيش قبل سن 60 قولا واحدا، عشان الناس تبقى مرتاحه. تاني حاجه، الزهايمر هو مرض من امراض الخرف الشيخوخه. خرف الشيخوخه دي مجموعه امراض بتيجي طبعا نتيجه التقدم في السن، منها 60% الزهايمر. والزهايمر ليه اعراض كثيره قوي، مش بس نسيان. الناس رابطه الزهايمر ان انا بنسى احداث، وزي ما حضرتك كنت بتسالي هل هو احداث قديم يعني حديثه ولا قديمه، لا، هو بينسى الحديثه مش القديم، هو بيرجع بالزمن ورا شويه. اللي هو دايما يقول لك ايه: انا مراتي فين، هي ما جاتش ليه لحد دلوقتي. طب ليه ما بيبقاش فاكر الناس اللي موجودين؟ يعني هل هم فعلا بيبقوا مش عارفين اللي موجود وقتيا؟ لا، هو حاجه مؤقته وقتيا. وخلي بالك، هو رابط الذكريات بتاعت ابنه مثلا بسن معين، ان ابنه كان صغير، الشكل الجديد ده الكبير ده ما يعرفوش انت مين، فيبدا يقول له اسمه، فيبدا يقول يربط احداث ببعض. وده وقتي طبعا، هي عمليه صعبه جدا، بس دي مرتبطه زي ما قلنا بامراض الشيخوخه اللي هي الدايمنشا، اللي هي فيما معناها يعني ان هو ضمور في خلايا المخ، فبتبدا تاثر بشكل كبير قوي على القدرات العقليه اللي هي منها الادراك والتذكر والذاكره. تمام كده، فرق كبير ما بين ان انا بنسى. ودلوقتي كمان من اللي احنا بنشوفه في العيادات، بيقولوا لك انا بنسى كتير، انا شكلي عندي الزهايمر. الزهايمر اسبابه الرئيسيه منها الوراثه، لازم يبقى في حد في العيله عنده الزهايمر اوريدي بعد سن 60 سنه. تاني حاجه، الامراض المزمنه، مصاحب الامراض المزمنه. يعني ايه؟ الناس اللي عندها السكر والضغط، الامراض دي اصلا في الاساس هي نفسيه،
بعد كده بتبقى جرادوالي كده او تدريجيا بتبقى امراض جسديه مزمنه. فالاضطرابات ما بين ان انا ما باخدش الجرعات بتاعت الدواء او السكر بتعمل حاجه اسمها حشوات مخيه، بتعمل ضغط على خلايا المخ، فبالتالي بتعمل ايه؟ بتخلي يبقى في ضمور وعدم كفاءه لخلايا المخ، فبتبدا تدي وتاثر على خلايا المخ، فبالتالي بيحصل الزهايمر. فاحنا عندنا اسباب كتير، منها اسباب وراثه، منها اسباب ان انا طبيعه شخصيتي او اللايف ستايل بتاعي، انا باكل اكل دار، ما بلعبش رياضه كتير، ما بشغلش دماغي. على فكره في مهن من اكثر المهن يعني اللي بتقلل حدوث الزهايمر هي المهن اللي معتمده على تشغيل العقل، ايه المحامي المهندس اللي هو بيشغل عقله باستمرار، ودي من التمارين اللي بنعملها للناس الكبار في السن علشان نفضل محافظين على قدراتهم العقليه، اللي هي لعبه الكلمات المتقاطعه، تذكر الكلمات، السودوكو، عارفه الحاجات دي، مش يفضل مخليين دماغهم مشغلين مخهم زي الماتور، تفضلي مشغلاه عشان تحافظي على كفاءته. طيب ناخد التليفون ونكمل. اتفضل مدام هاجر. الو مدام هاجر اتفضلي معانا. طب حاولي تكلمينا مره ثانيه. نفرق تاني عشان برضو كانت حاجه مهمه جدا كنت عايزه اوصلها، ان الناس اللي احنا عندنا دلوقتي في ظاهره موجوده، انا بنسى كتير، انا مش مركزه، في اولا في كلينك في جامعه عين شمس اسمها عياده الذاكره، دي برضو من ناس كتير ما تعرفش المعلومه، في عياده اسمها عياده الذاكره، بتروحي تعملي قياس نفسي، اختبارات معينه عشان يقيس لك انت عندك مشكله في الذاكره، هل هي مشكله نفسيه ولا هي مشكله عضويه، وهل انت عندك مشكله في الذاكره وفي التذكر ولا في الادراك. بتبدا بيبقى في اختبار يعني؟ اه طبعا في اختبارات. بتعمل ازاي بقى؟ اختبارات نفسيه بقى، بتروحي الكلينيك نفسها بتعملي تشخيص مبدئي، منها تذكر كلمات، ان انت يدوكي مجموعه من الكلمات ومجموعه من الصور وتبداي تراجعيها تاني وتفتكريها وتربطي. في حاجه اسمها التآزر الحركي البصري اللي هي زي السواقه، انت بعد كده تسوقي اول مره ايديكي بتشتغل ورجليكي وعينيكي، فاهمه كل حاجه بتشتغل مع بعضها، ده اسمه تآزر حركي البصري. في ناس ما عندهاش الكواليفيكيشنز او المؤهلات دي برضو من المشاكل اللي احنا ممكن نكتشفها في التشخيص. الزهايمر في ثلاث مراحل، المرحله الاولى اللي هي بتبتدي هاتلي البتاعه دي مش فاكر اسم البتاعه نفسها، فتبداي تهزري انت ايه يا عم انت مش مركز ولا ايه، بس طبعا حاولنا بعد سن الستين عشان الناس تقولش انا عندي الزهايمر، انا ابنك اسمه ايه فكرني كده، تبتدي انه يفقد ادراكه لبعض المسميات العاديه اللي هو يعني ايه حفيد، يعني ايه سكينه، يعني ايه المج ده، اللي هو مش عارف يفتكر كلمه المج. وبعدين المرحله اللي بعديها ان هو يبتدي يفقد الزمن والتوقيت احنا النهارده يوم كام، يوم ايه، يوم ايه، وبعد كده احنا خلي بالك سنه كام، سنه كام، هو احنا ليه بقينا في 2023 بسرعه، ايه ده، لا احنا كنا لسه في 2001. بيبقى في فتره زمنيه كده وقعت منه، وقعت منه، ودايما بتبقى الحديثه، وتبدا الذكريات القديمه تقوى، بتبقى قويه قوي ومرتبطه باهم الاحداث اللي كانت موجوده في حياته. يعني لو تلاقي مثلا شخص كان مرتبط بمنصب وزاري مثلا او منصب كبير، فهو ده اللي بيفتكره دايما ودايما مركز عليه. وفي المرحله الثالثه بقى يبدا يصحى الصبح يلبس البدله ونازل عنده شوشان، عنده اجتماع وزاري، هو اساسا طلع المعاش، هو طالع معاش بقى له مثلا 20 سنه. طيب فدايما مرتبط بكده. اتفضلي مدام رحاب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك يا فوزي؟ انا مين؟ الحمد لله بخير، اهلا والله بيك. انا سعيده اني سمعت صوت حضرتك. نورتينا. انا بس متابع حضرتك كل يوم والله. ربنا يخليك يا رب. ربنا يبارك في حضرتك يا رب. الله يخليكي، اتفضلي. معلش ممكن استفسر من الدكتور رحاب بس على حاجه؟ اتفضلي. انا بس عندي اخويا مريض، كان مريض ادمان يعني، والحمد لله بس يعني هو اتعالج يعني، بقى له سنه اتعالج كده، بس نفسيا مش يعني، عنده زي اضطرابات نفسيه يعني، دايما مش واثق من نفسه ودايما حاسس مهزوز، ودايما مش يعني ايه، بحس انه بيتكلم كلام غير الواقع اللي هو عايش فيه. زي يعني ايه مثلا؟ هو مثلا حياته طبيعيه على قد كده، دايما بيتكلم كلام مبالغ فيه، دايما مش واثق من نفسه، دايما حاسس ان هو قليل، فدايما بالكلام بيكبر في شخصيته. فانا بقول له دايما خليك متواضع، خليك على قد الحياه اللي احنا عايشينها. فبحس ان هو يعني في تعالي يعني في كلامه، زي انفصام في الشخصيه. فهل قال ده ودايما في مع زوجته حته الشك بقى، ده ما كانش موجود قبل كده؟ ما كانش موجود طبعا قبل كده، لو متجوز مع طفلين وهو ما كانش كده خالص. هو دلوقتي بيشتغل ولا قاعد؟ لا هو حاليا قاعد. ما بيشتغلش ليه؟ بسبب برضه الدماغ يعني، التفكير
لا ما تخرجيش، لا ما تكلميش ده، لا ما تروحيش هنا، ما تتعامليش مع ده، ما فيش تعامل. هو هو بطل تماما. هو بطل الحمد لله، بس بحس ان هو نفسيا مش مظبوط. طب ما راحش لاي دكتور؟ ما تعرضش على اي حد؟ هو رافض، وانا عايزه اساعده، انا عايزاه يرجع طبيعي. طيب اسمح لي، انا عايزه اساعده، عايزاه يبقى كويس. طب اسمعي دكتور رحاب، مدام رحاب معلش، هو بقاله قد ايه في فتره التعاطي؟ لا هو كان بيتعاطى بقاله فتره بتاع سنه سنه ونص، بس الحمد لله هو بقاله سنه دلوقتي. طب معلش خليكي معايا بس في اسئلتي. اتفضلي. هو بقاله سنه، كان بقاله سنه سنه ونص مثلا بيتعاطى، معلش اعذريني في سؤال، هل هي مواد شديده اللي هي مواد تقيله ولا مواد خفيفه؟ هي لا هي كانت حاجات وحشه. هو كله وحش، بس انا قصدي المواد اللي هي فيها حقن او شم، ولا هي لا حقن شم لا. امال كان ادمان ايه؟ يعني كان مثلا حشيش الحاجات يعني هو دخل مصحه نفسيه اتعالج فيها ست شهور، مشي على الخطوات ومشي على كل الحاجات. مش على بروجرام وكده، بس لما خرج زي عنده انفصال في الشخصيه. معلش هو قعد قد ايه في المصحه؟ معلش يعني احنا عالجناه مثلا بتاع سنه كده. هو قعد قد ايه في المصحه؟ لا جوه المصحه، لا بتاع ست شهور مثلا. تمام. واحنا برضو معاه كده مع الدكتور بتاعه يجي ست شهور تاني. ممتاز جدا. بس هو عنده كام سنه؟ يعني عنده 38 سنه. تمام اوكي. بس انا عايزاه طبيعي، عايزاه يبقى طبيعي، يروح ان شاء الله يبقى واثق. يعني حته ان هو دايما بيفكر، حتى ساعات بيسمع بيقول لك انا فلان بيتكلم عليا، انا سمعته بيشك في اللي حواليه. انا سمعت فلان بيتكلم عليا، اقول له ما حصلش، ممكن انا اسال فلان يقول لي والله ما حصل. اوكي. الاعراض دي بقى لها قد ايه؟ يعني من ساعه ما خرج ولا دي ظهرت فجاه شهر؟ لا هي كانت معاه، كانت معاه. معاه امتى؟ وقت ما كان بيتعاطى؟ وقت ما كان بيتعاطى. اوكي. بس انا كان نفسي يرجع من الحوار دوت، كل حاجه رايحه، يعني الموضوع ان ابقى طبيعي، المرضى تخرج وتيجي عادي طبيعي، انا اتعامل مع الناس طبيعي. ان شاء الله. بس حضرتك اسمعي طبيعي. بس الادمان معضله كبيره جدا، ما بتتعالجش في طبعاً شهر ولا في ست شهور ولا في سنه. طبعا الادمان احنا بنتكلم علشان لازم يمشي على البروجرام صح. ست شهور الاولين هم الست اللي هم الخطوات اللي بيعملها في الفيسز بتاعته، المراحل، وفي الديتوكس المرحله الاولى اللي هي سحب المخدر 10 ايام، وعلى كلامها الحشيش على فكره اصعب من المواد الخطره في سحبه، ولان هو بيستمر في الجسم تقريبا 40 يوم يبقى موجود في الجسم. فيقدر يقول لك اللي بيشرب حشيش مثلا النهارده يجي يقول لك انا بكره هبطل عادي، هو يقدر يبطل لحد شهر، بعد شهر يبدا يدور على الجرعه اللي بعديها. واللي بيشرب حشيش عاده ودخل مصحه وهي قاعده على كلام قال ست شهور، يبقى كان بيشرب حاجه مع الحشيش مش الحشيش بس. اوكي. الادمان عامه في كل حالاته محتاج مجهود كبير جدا. اولا انت بتغيري اصلا البيئه بتاعته اللي هو اصلا سبب الادمان، ليه اسباب، ممكن يبقى في ميول انحرافيه زائد مجتمع، صحاب، قاعده، فلوس، احساس بالاكتئاب، الحاجات دي كلها. دايما الادمان بيجي معاه اضطرابات نفسيه، ما بيجيش لوحده، وممكن يبقى الاضطراب النفسي نفسه هو سبب الادمان. ولما الشخص بيدمن المخدرات هي بوابه الامراض النفسيه. ممكن احنا كلنا عندنا مشاكل نفسيه، كلنا عندنا عقد نفسيه، بس كلها بيحصل لها عمليه كبت موجوده في اللاوعي، بس لما تفتحي الباب يبقى انت شربتي مخدرات او تعرضتي لصدمه نفسيه عنيفه جدا عشان تفتحي الباب للعقده دي. فالمخدرات بتعمل، بتشيل الحاجز ما بين الوعي واللاوعي، فبتطلع كل حاجه. فهو غالبا اللي هي حضرتك بتتكلم عليها، بس هي بتقول انا حاسه انه جاله فصام. لا ما هي هو عنده حاجه اسمها بارانويا الشك، وده نوع من انواع الامراض الذهنيه، وده ممكن يكون عرض من الاعراض المصاحبه للادمان. الادمان بيتعالج في سنتين مش في سنه، مش في شهر، مش في ست شهور. يا جماعه لازم تبقوا عارفين المصحات او المراكز العلاجيه اللي بتقول لك الادمان في ست شهور بيتعالج، الكلام ده مش حقيقي. هي مرحله اولى الديتوكس 10 ايام، وبعديها ست شهور الجلسات ال 60 جلسه بياخدهم، وبعدين في متابعه، وفي حاجه اسمها الجروب ثيرابي، لازم يفضل سنتين كاملين جوه البيئه الصحيه دي، عشان انت بتعملي يعني مايند سيت للشخصيه من اول وجديد. لسه بتعيدي تاهيله تاني. برافو عليكي المرحله، برافو عليكي والله يا لمي، انت دكتوره ما شاء الله عليكي. بحاول. وفعلا بيبقى في عمليه تاهيل بعد الست شهور، تاهيل نفسي وتاهيل ان هو يواجه المجتمع. هو بيهرب من مواجهه المجتمع بانه قاعد في البيت، لازم يرجع للعلاج، لانه من غير العلاج هينهار. والانتكاسه كده، احنا بنقول عليها كده انتكاسه كده، وبتبقى اشد من ريحه وتبقى أسوأ، لانه بيبقى خلاص انا بدم، وفكره بقى انا ايه يا حقنه او جرعه او ايه مش هتفرق،
واول ما بيرجع بيرجع بقوه. فلازم تلحقوه حتى لو غصب عنه. هو القانون المصري دلوقتي لعلاج الادمان هو القانون ان هو يبقى صاحب حريه او بارادته، بس عاده ما بيبقاش الموضوع ده متاح لان احنا ما عندناش حد بيروح برجله. عادة الفكرة التعليم ان انا عندي فيدباك او ان انا مؤهل ان انا ابقى عارف ان ده بيضرني فانا اروح عشان اتعالج. فدايما بنقول للاهل فكرة الشحن، قانون في قانون في مصر قانون الشحن، ان ولي الامر هو اللي بيدي الامر ان هو يروح يتعالج، فما تسيبوش لانه مش هيتعالج وهو قاعد في البيت ولا بالكلام معاه. والموضوع ممكن يزيد طبعا، هو كده كده هيزيد وهينتكس. يعني لازم تبقى عارفه الواقع ده، فلازم تدخل فوري وتكلمي المصحه اللي بيتابع معاها او الدكتور اللي بيتابع معاه، ولازم يتدخل عشان في مرحله علاج مهمه جدا لازم يتولاها. طيب ناخد مدام منال. مدام منال اتفضلي. الو معانا؟ طب حاولي تكلمينا مره ثانيه. قلتي حاجه مهمه جدا انه ممكن الزهايمر يجي عامل وراثي، وقلتي بالاكل واسلوب الحياه. اللايف ستايل بالظبط. يعني ايه بقى؟ يعني انا شخص باكل عندي دهون كتير وباكل بشكل بشع، ان انا باكل متاخر، ان انا برهق دماغي ومعدتي وجسمي كله في الاكل، او ان انا باكل بدخن بشكل شرح، ان انا بشرب كحول، ان انا عندي امراض مزمنه ما بعالجهاش، ان انا ما باخدش بالي من صحتي. ما اقل امشي، الرياضه مشي، انت بتعمل بتنشط خلايا المخ وبتعمل ضخ الاكسجين في جسمك كله، فلازم تعمل ده. فهي مجموعه عوامل مع بعض، ما تقدرش حاجه واحده بس اللي عملت كده، بس احنا بنقول ريسك فاكتورز، العوامل الخطوره. انت شخص عندك ضغط تمام، ما ينفعش تاكل كتير وما ينفعش تلخبط في اكلك وما ينفعش تبعد عن الحاجات الصحيه وتقول لا انا كده هبقى كويس عشان انا باخد حبات الضغط. ده مش حقيقي، انت بتعرض نفسك للريسك عالي جدا. في حاجات مهمه جدا عايزين نفرق ما بينها، ان الستات عندها النسيان اقوى من الرجال. تمام. ليه بقى؟ عشان ما تخضيش كده وتزعقيلي. ليه بقى؟ ما تزعقيش. لا كنت هقول لك عشان ضغوط الحياه، احنا عندنا خاصه في فترات الحمل، فترات البريد او الدوره الشهريه، بنفقد جزء كبير من الفيتامين والحديد. الستات عندها عرضه للنسيان، مش الزهايمر، النسيان وعدم التركيز، علشان هي نقص فيتامين بي 12 بي 1، وعندها كمان مشكله الحديد ساعه الحمل، ان الجنين بيمتص كل الفيتامين والحديد من جسمها، فبالتالي بتبدا انها تنسى. فلازم اي حد بيحاسس انه مش مركز، انه مش فاكر حط المفاتيح فين، انا مش فاكر الموبايل، ما تتخضش. ان انا بحط القهوه فانا بشرب شاي، عارفه اللخبطه دي اللي هو هو انا اتجننت ولا عارفه بدور عليه؟ انا ماسكه الموبايل ريموت في ايدي وبدور عليه وبكلم حد عشان ادور، عارفه المواقف اللي بنضحك عليها دي؟ دي كلها عدم تركيز، كلها نسيان، ملهاش علاقه بالزهايمر تماما. فاولا تروحي تعملي التشيك اب بتاع الفيتامين بي 12 بي 1، وكمان افرازات الغده الدرقيه دي مشهوره قوي الايام دي، كله عنده مشاكل ومرتبطه بالاكتئاب. برضه عندنا نقص فيتامين دي، ده بيدي نفس اعراض الاكتئاب بالظبط. فتيجي عندي الكلينك تقول لي دكتور انا ما مش قادره اقوم من مكاني، نايمه على طول، ما عنديش طاقه للحياه، مش عايزه اكلم حد، نفسي عارفه اللي هو اعراض اكتئابيه. اول حاجه روح اعملي اختبار فيتامين دي وتعالي نتكلم. بتلاقيه ماينس، بتلاقيه وحش. فبالتالي لازم تعملي ده قبل ما تشخصي نفسك نفسيا ان انت مجنونه او تعبانه نفسيا. لازم في الاول تروحي تشيكي على الموضوع عضوي ولا لا. تمام. فالسيدات لازم تاخد بالها من فكره الفيتامين بي 12 بي 1، افرازات الغده الدرقيه والحديد مع بعض، والرجاله برضه. بس هي عرضه للسيدات اكتر لان هي أكتر. عندها مصدر خارجي بيسحب منها الحاجات دي. طيب نروح فاصل ونرجع نكمل مع حضراتكم ان شاء الله بعد الفاصل. برحب بحضراتكم مشاهدينا معنا مره ثانيه. معنا النهارده الدكتوره رحاب الفقي، استشاري الصحه النفسيه والعلاقات الاسريه، وان شاء الله في انتظار تليفونات حضراتكم واسئلتكم. ناخد مدام سهير. عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا بحبك جدا يا دكتوره لمياء. ربنا يخليك يا رب. وسعيده اني انا بكلم حضرتك. نورتيني. ودايما انت اللي منوره بيوتنا، وانا بحب دايما الف ليله وليله، وبشكر حضرتك والله يرحم والد حضرتك. ربنا يخليك يا رب. على فكره ليها سحر، مهما التكنولوجيا حضرتك ما حدش عمل زي الحاج فهمي عبد الحميد. الله يرحمه. صراحه الله يرحمه. الله يرحمه. وبرحب بالدكتوره. شكرا. اشكرك. اشكر حضرتك. والدتي حضرتك يعني انا هشرح ظروفها، هي ضريره ويعني ما بتشوفش وكده، هي حضرتك بتجي تنسى بطريقه فظيعه. عندها قد ايه؟
84 سنة حضرتك. ربنا يديها الصحة يا رب. الله يخلي حضرتك. على فكرة أنا متلخبطة وسعيدة إني أنا بكلم حضرتك. على مهلك خالص وإحنا معاكي. حضرتك هي بتنسى دايما، يعني هي قاعدة معانا في البيت تقول أروح بيتي أمشي، دايما بتتلخبط في أسامينا. بس الحاجة اللي محيرانا حضرتك، لو حد جه من بره بتفتكره وتكلمه كويس، بس احنا يعني حضرتك في البيت. هي قاعدة في بيتها. في بيتنا احنا كلنا قاعدين معاها، مع والدتي مع امي، احنا كلنا معاها. تمام. فحضرتك دايما تقول انا عاوزة امشي اروح بيتي، انتوا مش عيالي، ويعني بتعمل حركات وتضرب في نفسها وهي ما بتشوفش، يعني احنا اللي بنمشيها وكده فبتوقع، ويعني بس لما تشوف حد تاني فبتركز. فده يعني حضرتك طيب. نوع من انواع الزهايمر ولا هي نفسيتها تعبانه؟ احنا محتارين. معلش، هو العمر كان قد ايه؟ 84. 84 سنه. طيب بصي حضرتك، اولا هي لما الشخص الجديد ده بيدخل بتتعامل كويس، وبعد ما يمشي بتفتكر انه كان موجود ولا لا؟ لا ساعات وممكن لا، يعني ساعات بتفتكر وساعات لا. يعني طيب احنا كنا بنتكلم في مع استاذه لاميا ان الامراض الشيخوخه عموما بتحصل في سن بعد سن بعد 60. بعد 60 دي، وعشان ده متوسط العمر بتاع الخاص بالدول العربيه، احنا متوسط العمر ارتفع وبدا فكره الزهايمر وامراض الشيخوخه تظهر، ما كانتش موجوده زمان. فما شاء الله 82 سنه، فلا يعني دي نسبه كبيره جدا، 40% تقريبا ان هي معرضه لامراض الخرف الشيخوخه. عندها اي اعراض تانية؟ هي حضرتك يعني دايما بتنسى، وطبعا هي ضريره وامراض كتيره مشاكل يعني، بس هي دايما يعني احنا بنزعل بجد، بنزعل وبنخاف نعقها، يعني الناس التانيه بتعاملهم كويس خالص وعندنا ايه. طيب استاذنك، هي كانت رابطه وجودها في بيتها بايه؟ يعني بصوره، بديكور معين، بسفره الناحيه دي؟ ما مش رابطه بحاجه، هي فجاه البيت. هي لا، هي لا مش حافظه البيت على فكره، هي نسيته، هي من 2003 فقدت البصر. طب انتوا غيرتوا حاجه؟ ما هي ممكن زي ما الدكتور رحاب بتقول ان هي عارفه اماكن الحاجه بايديها، انتوا غيرتوا مكان حاجه؟ بس المكان اللي غيرناه حضرتك هي ما بتخشش فيه اصلا، يعني هي موجوده في الصاله، احنا غيرنا عاده. طبعا ربنا يديها الصحه طول العمر، بس سن 82 سنه، هي 40% عندها مشاكل او امراض الخرف الشيخوخه، ومنها الزهايمر، يعني الزهايمر جزء كمان موجود. تمام. بتبدا تفقد المكان والزمان، انا فين، ورجعوني بيتي، لان هو ده اللي مرتبطه بيه. تاني حاجه العوامل اللي حواليها، هي مثلا في بيتها لحد ما بدات تصاب بامراض الشيخوخه هي مرتبطه ان البيت فاضي، فبدا يبقى فيه دوشه وفي ناس، فمتعوده ان في ضيوف او زيارات بتتعامل عادي، لان هي لسه عايشه سن ما قبل الشيخوخه، فبتتعامل بالشكل ده. فهو مطالب منهم هم يبقوا فاهمين ان هي عندها مشاكل في الذاكره اللي هي الزهايمر، ومعاها امراض تانية امراض الشيخوخه، منها ان انا كمان بقيت انفعالي زياده عن اللزوم، انا بقيت عدواني زياده عن اللزوم، انا بقيت ما بجمعش الكلام على بعضه، بقيت بنسى القريب وافتكر البعيد، ان انا بقول انا كنت في الجامعه من سنتين بعمل كذا 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 وانتوا مش عارف ايه، هو انا ليه مش قادره اقف على رجلي؟ انتوا بتدوني حاجه علشان خاطر ما اقفش على رجلي، عارفه؟ لان هي خلاص ما بقتش مدركه ان هي في عمر 82 سنه. هم طبعا يعني الله يعينهم طبعا، ولكن طبعا لازم تبقوا مقدرين كويس قوي، لانه كمان اعتقد يا دكتور اللي ما شافش خالص لا ده اصعب طبعا، غير أصعب اللي بكتير. شاف ونظره راح طبعا، اصعب بكتير يعني. انا ممكن انصحها نصيحه، في مركز الجمعيه المصريه او جمعيه الزهايمر مصر، موجوده في جامعه عين شمس، المركز ده بيدي كل الداتا اللي انت محتاجاها، ازاي تتعاملي، ازاي تبقي فاهمه يعني ايه الزهايمر، يعني ايه امراض الشيخوخه، بيوفر لك كمان ناس لو انت حابه ان في حد يجي يساعدك في البيت مؤهلين. فالموضوع ده مهم جدا، ممكن تعملي سيرش بس على الانترنت، هتجيب الجمعيه دي بتديكي كل التوعيه اللي انت محتاجاها، هم المفروض يفهموا عشان يتعاملوا. طيب ايه الحاجات الاساسيه او المؤشرات اللي تخلينا نقول ان الشخص ده بدا يبقى عنده الزهايمر؟ اولا لازم زي ما قلنا العمر، السن بعد سن 62 سنه 60. بدا ينسحب من كل الاجتماعيات، لانه مثلا كان بيشتغل فبخدها طلع معاش فقعد في البيت ما بيعملش حاجه، هيقول لك جاله اكتئاب. جاله اكتئاب، برافو عليكي. بدا ان هو ما يشغلش دماغه، الموتور بيتركن، فبدا ان هو حتى ما بيعملش سوشيالايز مع عيلته، ما بيخرجش، ما بيزورش حد، ما حدش بيتقبل حد يزوره، فيبدا هنا كانك بالظبط اهملتي السوفت وير، فيبدا العمليات اوتوماتيك تقل، فيبدا يعني بتبدا إيه؟ بتبدا كده باكتئاب، ان بتبدا باعراض اكتئابيه. فعلشان كده دايما بنقول على ان الحقي والدك، لما تلاقيه طلع معاش اعملي عكس، خديه،
طلعيه، حسسيه ان هو موجود لسه، اشغليه بشيء تاني، لان هو يعني يمارس حاجه تانيه. كبار السن بيبقوا دايما يا بيقروا يا بيتكلموا في السياسه، يا بيتابعوا ماتشات كوره، يا بيحللوا حياتنا، يا بيتدخلوا في كل حاجه، يا يلعبوا رياضه. لانه الشخص بعد المعاش سواء ست او راجل بتحس ان هي لما طلعت معاش هي ما بقتش عندها قدره انها تدي، بس هي عندها كتير، فيبدا اللي هو ايه، انا خلاص اتركنت على الرف. الجمله دي في حد ذاتها بتعمل اكتئاب، ان هو انا ما بقاش مني فايده. طول ما انت بتدي وعارفه ان انت ليكي كيان، ليكي كلمه مسموعه، ليكي رأي، لسه وجودك ليه مكان، لسه وجودك ليه رأي وليه قيمه، فتبدأي انت كمان بتدي احسن. لكن الاول ما تحس ان انت اتركنتي، ان انت ما بقاش ليكي لازمه، الكلام اللي بيتقال جوه نفسنا ده بيدي اعراض اكتئابيه مباشره. طبعا مع ان انت في كبر يعني كبار السن بيبدا العمليات والجسم يبدا ينهار تدريجيا، لان ما بيديش نفس الكفاءه بتاعت قبل كده. احنا عارفين الهرم بيبتدي صغير يبدا يكبر، تبقي في القمه، مع ان يبتدي العمليات الادراكيه تبدا تقل، فكل ده بتبقى عامل عليه صعب قوي. فاوتوماتيك لما تلاقي والدك او والدتك طلعوا معاش لازم تعوضي ده بحاجه يعملوها، سواء ان هو مثلا يمسك اداره الاعمال بتاعه العيله، مثلا يبقى مسؤول عن تنظيم الحاجه. لو ده مش متاح في بعض الاسر، انه الصحاب اللي عارفه الاعداد بتاعه النوادي الجميله بتاعه الصبح دي، يقعدوا يتكلموا في السياسه والاقتصاد والكوره والماتش بتاع بالليل ده كله لازم يفضل يبقى في حاجه تشغله او تشغله نفسيا، لازم يشغل نفسه، يحس ان هو لسه بيعرف يتكلم، لسه في ناس بتسمعه، لسه بيدي راي. عشان كده في ناس كتيره بعد المعاش بتكتب كتب وسيره ذاتيه. ايه اكتر حاجه تكسر كبار السن؟ بس خلينا ناخد التليفون ونجاوب على السؤال ده. مدام سهى. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضلي. ازيك مدام جميل؟ الحمد لله بخير. ازي حضرتك يا دكتور؟ الحمد لله. انا بنتي كنا قاعدين بره لمده 8 سنين ونزلت بيها في ثانيه ثانوي ومعايا اولاد تانيين غيرها. البنت ما جابتش مجموعه في الثانويه العامه واضطريت ان انا ادخلها جامعه خاصه. دخلت طبعا الجامعه الخاصه وما ادراكي بقى كلمة الفساد وكلمة اللي بيحصل. مدام سهى استأذنك بس ممكن ناخد نفس بس كده عشان كلام حضرتك يطلع بهدوء. خدي نفس عميق، خدي نفس وطلعي اللي هو كده عشان بس هيك ايه تقدري تتكلمي معانا. مدام سهى طب حاولي تكلمينا مرة تانية. اوكي النفس كان قوي تقريبا. هي لا هي مشدودة قبل ما تتكلم، واضح ان هي موجوعة. السؤال سؤال قوي جدا يعني يعني ما هو انا هنتكلم عني، ارحام بتدي وبتشتغل وليها وجود وبتنادي اسمها لسه بيتقال لسه بيتكتب، ففجاه كل ده بيتاخد منها، الايدنتيتي الشخصيه الكينونه بتاعته تنسحب منه. الراجل اهم حاجه في حياته عشان برضه الستات كلها تبقى عارفه، الشغل رقم واحد. انت عنده اهم على فكره، هو بيحبك اكتر من شغله، بس شغله في الاولويات. تاني. طيب معلش استاذنك نقول. مدام سهى اتفضلي. ايوه حضرتك اتفضلي. البنت طبعا دخلت المجال بتاع الكليه، سوء سلوك فظيع، تصرفات غير مسؤوله، شافت عالم تاني ما كانتش تعرف حاجه عنه. بالظبط كده، لان احنا كنا في بلد تعتبر مكه يعني في السعوديه، واما نزلنا طبعا على النقيض بقى. احنا طبعا في التزام جامد جدا، كنا طبعا البنت لا صلاه ولا صيام ولا نظافه ولا حاجه خالص، تركت كل حاجه. وغير طبعا ان كل ما نيجي نكلمها ردود وحشه جدا جدا، هربت من البيت كذا مره، الدنيا باظت خالص. هي تعرفت على اصحاب مش كويسين؟ طبعا كانت بتنتقي الاشكال اللي مش كويسه عكس اللي هي عاشته. بالظبط خالص، كل حاجه غلط لدرجه. هي عندها قد ايه دلوقتي؟ عندها هتكمل 21 سنه. يعني هي كده في سنه كام؟ ثانيه ولا ايه؟ ثالثه. ثانيه؟ ثانيه. ده من اول ما دخلت الجامعه؟ من اول ما دخلت الجامعه كان التغير تدريجي واحده واحده. مين اقرب لها؟ الاب فين؟ الاب موجود بس برضه يعني مش عارف يتصرف مع الحاجه. مش ع... طب حضرتك عندك اولاد غيرها؟ عندي ثلاثه غيرها. هي ترتيبها لكام؟ الاولى. طيب حضرتك كنت علاقتك بيها كانت كويسه
قبل المشكله دي ما تظهر؟ الاب طيب قوي والام جديده كنت ما بشوفها على طول. طيب الفرق بينها وبين الطفل التاني قد ايه وقت؟ 3 سنين. عفوا؟ 3 سنين. 3 سنين. تمام. هل انت اهملتيها في الطفوله؟ يعني انشغلتي بالطفل التاني عنها فهي حست بده؟ اهتمام زياده عن اللزوم. طب هي دلوقتي مين اقرب حد ليها؟ حضرتك ولا بابا؟ دورت على ناس كتير انهم يقربوا، جدتها وابوها والكلام ده كله، مفيش اقرب. العلاقه بينك وبينها دلوقتي عامله ازاي؟ مهلهله. طيب مهلهله. طب عرضتيها على دكتور قبل كده او في حد من اصحابها حب الفكره؟ رافضه تماما، رافضه تماما. هي شايفه انها مش بتعمل حاجه. طيب انت تعليقك كله ان هي علاقتك بيها وحشه، خليني بس عشان نشخص المشكله صح. أيوة. علاقتك بيها غير سويه وما بتصليش وما بتصومش، صح كده؟ دي السلوكيات. أيوة. اللي حضرتك قاعده تتكلمي عليها ولا في حاجه تانية؟ طبعا. طب انت حاسه انها بتكرهك؟ معلش اعذريني في السؤال. مش بتكرهني؟ لا، هي كل ما اجي اقرب منها مش عايزه ان انا اقول لها أي. هي بتلومك على كل الاحداث اللي هي فيها؟ انت السبب، انت اللي عملتي فينا كده، انت المشاكل. أيوة كلها أيوة بسببك؟ ايوه بالظبط كده، بس الطريقه اندايركت، يعني بطريقه اندايركت، طريقه مش مباشره. مش مباشره. طريقه. وغير كده كمان لدرجه ان انا قلت ممكن تكون داخله في شيزوفرينيك، لانها ساعات كانت تبقى كويس وساعات لا. طيب هي بره البيت بتلاقيها ساحره، الناس كلها بتحبها واليجنت وذوق وفاني جدا جدا، صح؟ وحواليها كتير، بس النخبه اللي حواليها طبعا كلها صعبه جدا. طيب جداً. السؤال الاخير، هي صعبة. بتغير صحابها من وقت للتاني؟ مش مستقره على حد؟ لا، هي بصي تلاقيها بتجيب من هنا ومن هنا، لدرجه ان هي ممكن تصاحب ناس اصغر منها في ثانوي والكلام ده كله، تروح تقعد عندهم، تروح تقعد عند حد مثلا وتقعد باليوم والاثنين والثلاثة. طب وانت بتسيبيها ليه تبات بره وتقعد؟ لا مش بسيبها، انا كذا مرة ارجعها كويس ترجع تاني تمشي، بس مثلا حد يكون امان بس مش قريبنا معرفوش بسيبها، بضطر ان انا اسيبها. دلوقتي انا مش عارفة انا اخدها بالعافية واديها مصحة ولا اعمل فيها ايه؟ اعمل فيها ايه؟ مش عارفة. هي دراستها عاملة ايه؟ يعني هي متفوقة بالذكر كويس؟ بصي حضرتك، أنا دلوقتي يعني هي كانت يعتبر التارجت بتاعها كويس على السنين الكلية معقول كويس، بس فوجئت بيها إن في مادة نازلة بيها. كويس، في مادة نازلة بيها، طبعًا الجي بي إيه بتاعها نازل كتير أما طبعًا بتنزل بمعقول. طب أنت كان رد فعلك على ده إيه؟ رد فعلي طبعًا أنا بثور جدًا. انا بصوره، طب يا بنتي انت محتاجه دكتور. وهي مش عاجبها ده طبعا، مش عاجبها ده، عاجبها الحياه اللي هي عايشاها والطرف والحاجات دي، وكل مدى ما بلاقي العمليه اكتر، يعني سجاير زيب حاجات كده، وطبعا اكيد كل يوميا كان في علاقه زي الزفت بيني وما بينها، بسبب ان انا بقول لها لا عيب حرام غلط كده غلط يا بنتي، واللي بكتشفه بس ده وما خفي فانا اعظم اللي بكتشفه بس. طيب اوكي. طيب حاضر. تبين يا مدام سوا، اولا ما ينفعش يتخلوا عنها ايا كان التشخيص ايه. هي الام هتبقى العدو الاول، فنخلي الام على جنب، خال خاله، وعاده بيبقى الجد هو اللي ليه تاثير او الجد، فنحاول ندور على جد. هي مشكلتها ان هي عاشت بره فهي مش قريبه منهم. لا، ما هي بقى دلوقتي لما الجد والجده يتدخلوا الموضوع بيبقى مختلف، هي عايزه اي حد غير ماما. احنا عندنا تشخيصين مبدئيا، انت عارفه احنا طبعا بناخد وقتنا في التشخيص قوي، بس مبدئيا هنتكلم، يا اما هي شخصيه عندها سايكوباتيه، يعني انحراف سلوكي، اللي هي ان انا ميال ان اعمل كل حاجه عكس المجتمع، الشخص السايكوباتي ان انا بعمل كل حاجه عكس المجتمع عايزه، عشان انا بعاقب المجتمع لان انا معاقبه منهم من زمان، تمام؟ او حاجه اسمها بوردر لاين او اضطراب الشخصيه الحديه، وعاده ده عند البنات وبيجي في السن ده. اللي هو فكره ايه؟ انا حاطه نفسي حدود مربع بعمل فيه اللي انا عاوزاه، واي حد هيجي يكسر المربع ده يبقى عدوي، ودايما بتبقى الام هي اللي عايزه تكسر المربع ده فتبقى عدوتها. انت السبب، انت وحشه، انت ضربتيني بالقلم من 15 سنه
وانا مش نسالك ده، انت فضلتي عليا اخويا اللي اتولد بعد 3 سنين واهملتيني، بتفضل شايله كل حاجه مرتباها، بتخزن، حاطه مخزن كده بالظبط، وتبدا تحط كل الحاجات دي عند الام. البوردر لاين او الشخصيه الحديه هي شخص اجتماعي وفي نفس الوقت مش اجتماعي خالص، يعني تلاقيه وسط الناس حد سوشيالايز بيضحك وتبقي عايزه تعرفيه، اول ما تبداي تقربي عشان تعرفي اسمه الثلاثي بيختفي، يبدا يعمل يرجع تاني جوه الاوضه بتاعته ويقفل الباب عليه. هي دي الفكره، بيبقى عايز يعمل لنفسه كينونه، عايز ما يبقاش حد بيتحكم فيه، محدش يقول له انت رايح فين وجاي منين، محدش يقول له ده غلط ولا صح، هو عارف الصح من الغلط، هو سوبر هيرو، هو عارف كل حاجه. هي عارفه كل حاجه، انت ماله الفيب، ايه المشكله في الفيب، ايه المشكله في التدخين، مشوية وهبطل، الرد دايما عندهم جاهز. فكره بقى ان هي انا عايزه انفصل، هي مش هتقف لحد هنا، هي مره واثنين وثلاثه ومش هتقف لحد ما تكمل 21 سنه، هتبدا تقول لها انا بقيت مسؤوله عن نفسي، انا ماشيه قانونا، حضرتك عارفه هي بس تقدر تعمل ده. هي من دلوقتي بتقول لك سابت البيت كذا مره، هي مش هتقف، هي هتفضل ده لحد ما تنفصل عنهم. لو انفصلت بالشكل غير مناسب، بالشكل اللي هو فيه خلافات، هيخسروها طبعا. فعشان كده بقول لها ما تتخلوش عنها، لازم يبقى في صله وصل ما بينها ما بين البنت دي واي طرف من اطراف من العيله، خاله، خال، عم، جد. بس عاده دايما بنقول الجد دايما او الجده عشان الحالات دي احنا بنشوفها عندنا، بيعرفوا يمتصوا شويه، لان في الاخر البنت بتهرب للجد، بتروح تقعد عندها في البيت عشان تحس ان هي في مامن، وفي نفس الوقت هي بتعمل اللي هي عاوزاه. تمام. فاحنا عندنا تشخيصين، ان هي بتقول بقى انا عايز تروح توديها مصحه بالعافيه، ما فيش حاجه اسمها كده. احنا بنقول 50% من العلاج النفسي هو رغبه العميل في ان هو يروح يبقى عارف كويس قوي، يبقى عارف انه عنده بيعاني منها. هي بقى تدخل بشكل غير مباشر لاصحابها ان هي ممكن تعمل ده. وعلى فكره اصحابها اساسا مش كويسين، بتهيألك هي ما عندهاش صاحبه اوريدي، هي بتحاول انها تعمل اللي هي عايزه تعمله اللي هو ضد المجتمع، بس دول بيسمحوا لها بده فبتروح له، بس هو مش صحابها، بتعمل كل حاجه خارج الاطار الطبيعي، اللي هو انا عايزه اعاقبكم، انتوا مش انتوا مجتمع بيقول ان الحجاب فرض، طب انا مش لابسه الحجاب، مش انتوا بتقولوا ان البنت ما ينفعش تشرب سجاير في مكان عام او تشرب سجاير عموما، طب انا هشرب سجاير في مكان عام. عارف فكره ان هي عايزه تنتقم المجتمع بس مش شخص معين. بس لما تيجي تتكلمي بقى معاها هتقول لك ماما سبب، ماما اهملتني، ودي كلها اعذار واهية، والام بتيجي تعاني من اكتئاب، بتقولي انا اللي عملت في بنتي كده، وحضرتك ما عملتيش حاجه اصلا، هي طبيعه الشخصيه كده، اسمه اضطراب الشخصيه الحديه. فهي محتاجه تروح هي شخصيا للدكتور الام عشان تعرفي تتعاملي معاها، وهو هيعمل لها تشخيص وهي معاه، هتقول لها الاعراض ايه، كامله الهيستوري بتاع البنت ايه، صفاتها ايه، مين صحابها، اتنقلت كم مره، عملت ايه، راحت فين، اللي هو احنا بناخد عليه كيس ستادي او دراسه الحال. هيبدا يقول لها تتعامل ازاي. تمام. طيب نروح فاصل ونرجع نكمل مع حضراتكم ان شاء الله بعد الفاصل. برحب بحضراتكم مشاهدينا معنا مره ثانيه، معنا النهارده الدكتوره رحاب الفقي، استشاري الصحه النفسيه والعلاقات الاسريه، وان شاء الله في انتظار تليفونات حضراتكم واسئلتكم. ناخد مدام ايمان. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضلي. ازيك يا رمية، ازيك يا دكتوره رحاب؟ الحمد لله. اهلا بحضرتك. بصي حضرتك، انا عندي ابني يعني داخل في 14 سنه، بس هو مدوخني، بمعنى كلمه مدوخني يعني. ليه؟ مش عارفه يعني، هو يعني اخوه الكبير شويه متفوق في المدرسه وكده، فهو شويه يعني مش مهتم بدراسته، فابتدى بقى يعرف صحاب ومش عارفه ايه، يعني مش زيه يعني، وابتدى لقيته بيتفرج على افلام اباحيه ويعمل عزه سريه، واتكلمت معاه مره واتنين والموضوع ده انتهى، بعد كده ابتدى مره شرب سجاير والموضوع انتهى، وشرب مره شيشه والموضوع انتهى. دلوقتي بقى يعني ملموم لي على ناس اكبر منه، انا عايز اجيب زيهم، انا عايز اعمل زيهم. يعني رغم ان احنا ماديا كويسين. هو انت يا مدام ايمان بتقولي له شوف اخوك احسن منك، شوف اخوك بيذاكر، شوف اخوك متفوق، شوف اخوك مؤدب، شوف؟ بصراحه كنت الاول ما انت اول حاجه بداتيها يعني احييكي بجد، انت شخصتي، برافو عليكي بجد. يعني فعلا الاستاذه لميه بتقوله، هو انت دي اكبر غلطه انت عملتيها، حتى في كلامك في اول مكالمه اخوه ملوش دعوه اصلا بالمشكله، وانت برضه حطيتيه في جمله مفيده. فيعني انا عايزه اسمع حضرتك للاخر وهرد عليكي. تمام. هو كان عنده مشكله، كان عنده كهرباء في المخ من وهو صغير، واثرت عليه شويه ورجع خف وبقى كويس. فدلوقتي سيبيني براحتي، مالكيش دعوه بيا، ما حدش له حاجه عندي، انا حر. بيخاف من بابا شويه، مش شويه، بيخاف منه كتير. دلوقتي بقى اجي مثلا ارن عليه، طب اطلع، الساعه بقت 10 11 12، سيبيني، مالكيش دعوه، مش بمزاجك. مش كل حاجه تعالى، مش كل حاجه، مالكيش دعوه بيا، سيبيني براحتي، انا مش صغير. فبصراحه انا يعني انا فقدت السيطره عليه. انت حمينه عليه مدام ايمان ولا لا؟
احنا قايلين عليه، بس هو شغال لي بقى يعني في قصه ان انا هرمي نفسي من البلكونه. معلش استاذنك مدام ايمان، يعني احنا قايلين عليه يعني قولي لي مظهر الحنيه كده. يعني بصي، يعني هو على يعني على قد اعتقادي، يعني هو مثلا طلب حاجه ممكن مره اجيبه مره لا، او يعني مش هو ده، مش هي دي الحنيه اللي انا بسال عليها. لا بس بطبطبه وبحضنه وببوسه. يعني جربتي مره تقولي له ما تيجي اطلع علشان انت وحشتني وكنت عايزه اقعد معاك اخد رايك في حاجه، جربتي تعملي ده ولا اطلع عشان الوقت اتاخر؟ لا بالامانه بقول كده، بالامانه نفسي يعني اقعد في وسطنا، اقعد معانا، انت بتوحشنا خليك معانا. طب يقول لي فيها ايه لو رميت نفسي وانا عقابي هيكون ايه؟ ومره بابا ما سالتيهوش ليه عايز يرمي نفسه من البلكونه؟ يقول لي انا عايز ارتاح منكم، انا انتوا بتكرهوني وانا ما بحبكوش. اوكي حضرتك عارفه ابنك في مرحله ايه؟ المراهقه. طيب تعرفي ايه يعني، معلش اسمحي لي بس انا عايز اعرف حضرتك واصله معلوماتك لحد ايه؟ المراهقه دي عباره عن ايه؟ ان هو يبقى عايز يمشي بمزاجه، عايز يبقى ليه سلطه على نفسه كده. تمام. لا عايز يحس ان هو كبر وبقى راجل. تمام. ما انا مش عارفه اتصرف معاه الصراحه. لا هسكت تردي عليها. انا هسكت. لا بالعكس خالص. اوكي. طيب عايزه تقولي اي حاجه تانية يا مدام ايمان؟ انا مش عارفه اتصرف معي، يعني انا فعلا انا مش عارفه اتصرف. طب معلش الفرق بينه وبين اخوه قد ايه؟ حضرتك بتذكرني ما بينهم؟ سنتين. سنتين، اخوه علاقته بيه ايه؟ يعني هم بيحبوا بعض جدا، بس طبعا ده ليه صحاب وده ليه صحاب، حتى اما الكبير يجي يروح مكان مش عايز ياخد اخوه الصغير معايا، لا انا مش هاخدك، هو يقول لي بصي انا عارف ان هو مش عايزني، انا عارف ان هو مش عارف كده يعني، بس انا كل خوفي من قصه الانتحار، انتحار، كل ما اتكلم لو ربنا مش يعاقبني انا كنت رميت نفسي من البلكونه. يعني هو بيقولها علنا صراحه؟ ايوه وكذا مره قبل كده. لا في محاولات حصلت فعلا؟ ايوه. قدامكم ولا من وراكم عشان تفرق؟ قدامي جينا جيم عايز يستعطفها؟ عمل مشكله فجي بابا ضربه، كان عايز يفتح البلكونه وينط. بس ما عملش ولا محاوله من وراكم؟ من ورانا لا، بيقول لي انا خايف لان انت بتقولي ان ربنا بيعاقبنا، فانا خايف من حاجه زي كده. ربنا بيعاقبنا على ايه؟ اني انا لو انتحرت. اوكي ماشي شكرا. طيب حاضر تابعينا يا مدام ايمان. طيب هو كده احنا عندنا كذا نقطه، يعني الطرفين غلطانين، الام غلطانه والطفل طبعا، احنا عندنا مراهقه وحضرتك عارفه عنق زجاجه والطفل فيها بيبقى عايز يحس انه راجل وفي نفس الوقت عايز يحس انه طفل، ومقارنه اكبر غلطه هي عملتها ان هي بتقارن ان هو كده خلت هو يكره اخوه رغم ان هو بيحبه، بس انا اقول انت بتدي اخويا مكافآت احسن مني، تصالحي اكتر مني، انت بتسمعي له اكتر مني، والطفل احنا المجتمع دلوقتي بقى مفتوح زياده عن اللزوم، مفتوح بشكل احنا ما تعودناش عليه من قبل كده، فان هو 14 سنه وعايز يقعد مع اصحابه ويلعب ويلبس ويخرج ده بقى النورمال او الشكل الطبيعي دلوقتي، لكن هي كأم مش متعوده على ده. احنا زمان يعني او اجيالنا يعني ان هو احنا بننزل يوم الخميس نقعد مع اصحابنا نطنا شويه بنعمل حاجه الساعه 10 بنبقى في البيت، ده كان زمان. دلوقتي مفيش الكلام ده، ما انا استنيت اسمع ان وهي بتقول بكلمه لما يتاخر الساعه 10 11 10 11 ايه، ما يعني ده الشباب دلوقتي ما بيدخلوش قبل الساعه 1 والمراهقين مستحيل تديهم امر، لازم تنسى الفكره دي تماما، يا اما لو ما عرفتيش تدخلي له بدخله غير مباشره عمره ما هيسمع كلامك بالامر، وفي الاخر هو هيستعطفهم باي سلوك من السلوكيات اللي هي كانت بتتكلم عليها دي. ام دلوقتي دورها في مرحله المراهقه هو الحب والاهتمام فقط، التوجيه من الاب. فهنا بقى دي النقطه الثانيه، وليه شكل كمان معين، وليه شكل معين، ان انا صاحب ابني عشان ابني يكتسب صفات الرجوله مني، ما هو هياخدها منين؟ احنا قلنا قبل كده ان اللي بيربي الام والاب والمدرسه والشارع والسوشيال ميديا والميديا والتلفزيون، كل ده بيربي معايا، ما بقناش بنربي احنا بس، لا كل ده بيربي. فانا هسيب ابني يخبط وياخد ثقافته من صحابه ايا كان شكلهم ايه، وياخد هي كانت بتقول ان هو بيتفرج على افلام، وده مرحله بلوغ موجوده في المراهقه كلنا عارفينها، فكان المفروض ان الاب يقول لابنه من الاول انت في مرحله مراهقه فيها 1 2 3 4، يبقى داخل فاهم هو ماله، ما يكتشفش نفسه من خلال الشارع او الصحاب، فبالتالي هو بيثق فيهم اكتر منك لان هما بيدوله اللي هو محتاجه، بيحسسوه ان هو كبير راجل مسؤول بلغ بقى فاهم يعني ايه بلوغ، يعني ايه يبقى هو عنده مشاعر ناحيه الجنس الاخر، يعني ايه يعمل شعره بالشكل الفلاني، يعني ايه يلبس التيشيرت اللي عليه الكود المعين، هو ده اللايف ستايل بتاع المراهقه. فبدل ما انتوا تدوا له كل الداتا دي هو خدها من بره، فبالتالي لما تيجي حضرتك تدي له اوردر ان هو يرجع الساعه 10 مش هيسمعك، وهتبدا فيها يعني مناقشات وانتقادات ما بينك وما بينه، ومش هيحتق هو بيحبك بس مش هيسمع كلامك. انت شايفه ان هو مفتقد حته الحنان والاحتواء ومفتقد الاب.
تمام، لان هي حطت فوقه اخوه، فهتلاقي الاب كمان بيسقف للاخ الكبير، لان ما هي بتقول هو بيخاف من باباه. ما هو بيخاف ليه؟ لان باباه الصوت العالي الزعيق الشخصيه الجامده التعليمات، مش هو ده اللي انا مش عايزاه. انا عايزه اب حنين يصاحب ابنه، ياخده معاه في ايده الجامع، ياخده معاه في ايده عند الميكانيكي، ياخده في ايده يقعدوا مع بعض يحملوا مسؤوليه، يتكلموا مع بعض، انت مسؤول عن كذا في البيت، طب انت ليه مش بتحب التعليم؟ على فكره يا جماعه التعليم مش هو الفيصل في حياه البني ادم، هو ممكن يبقى عنده مهاره عاليه جدا في حاجه تانية. مش لازم يبقى هو عشان مش متفوق تعليميا هو انسان فاشل، ومش لازم على فكره يبقى زي اخوه، وما فيش حاجه اسمها كده انه يبقى زي اخوه او تبقى زي اختها او زي اخوها. كملي. لا خلاص، لا كملي والله. كفايه كده، هو ده صح، هو ده صح. فهي اوتوماتيك لازم تروح لزوجها تقول له احنا عندنا مشكله، انا ابني في مراهقه واحنا سبناه لحد ما اكتشف نفسه في الشارع، فاحنا عايزينه نرجعه تاني بالهدوء وبالراحه. دورها حنيه واهتمام مش اوامر، تاخدي بالك منه، تطبطبي عليه، تقعدي جنبه في السرير، تسمعي له لما تفوتي له حاجه مره واتنين، تعملي له جميله كده بينك وبينه. ابداي اكسبي وده واحده واحده، مش بالامر ومش مره واحده. الاب لازم يتدخل، مش تدخل بقى الصوت العالي والزعيق وان انا ابوك فتسمع كلامي، لا انت صاحبي وانا عارف دلوقتي انت كبرت، بقى صوتك زي انت بقيت طولي، يبدا يسحبه، لكن ان احنا نرميه ونرجع نعاقبه ده مش صح. طيب نتعامل ازاي مع مريض الزهايمر؟ طيب المرحلة الأولى، طيب احنا قلنا في ثلاث مراحل علشان نمط المرحلة شوية ما ننقلش المرحلة اللي بعديها بسرعة، عايزين ناخد بالنا من كذا حاجة. ما ينفعش تقول عشان أبويا كبر وخرف، وعفوا في اللفظ ده بيتقال، فأنا أسيبه، أهو كبر وخرف فارميه خالص. أنت المفروض إن أنت أول حاجة تبدأ تهيأ له البيئة، لأن هو هيبدأ يفقد اتزانه، تهيئي البيئه اللي حواليه، ما تحطيش قدامه مسيرات كتيره يبدا هو يتلخبط ما بينه، ما تحطيش مج كبير ومج صغير، هو يبدا حطي حاجات ثابته. لازم تشغلي حياته، يعني ايه؟ ما تسيبهوش نايم 24 ساعه وتركنيه في الاوضه وتشغلي له القناه الاولى وتدخلي انت تعيشي حياتك، لان هو كده بيضمر بيدبل. فاحنا في المراحل الاولى بيحس انه لوحده، ده موضوع تاني. فنفسيا هو هيبدا يكتئب لانه اوريدي حس ان هو ما بقاش ليه لازمه. تاني حاجة هو بيبدأ يكتشف ان هو النهاردة ايه، فده بيوجع قلبه قوي، بيوجع احساسه انه مش فاكر النهاردة ايه، ان هو مش فاكر انت اسمك رحاب ولا لميا، ويسأل على الحاجة بدل مرة 20 مرة. وبعدين هو كان حاطط المصحف هنا، المصحف اتشال لي، وهو اصلا المصحف مش موجود اصلا في المكان ده، ده من 10 سنين كان محطوط هنا، ويبدأ كل ده نفسيا. المرحلة الاولى بتوجع قوي، فلازم ناخد بالنا، نحسسه ان مفيش حاجه، ونتعامل مع الموقف عادي جدا، وان احنا نبدا ننميه، نخرجه بره الدايره بتاعه البيت والقفله، نبدا نديله العاب تشغل دماغه، يبقى في اصحاب، في اكتيفيتي تتعمل. زائد ان احنا بقى على الناحيه الثانيه، الناحيه الطبيه، انت بتروحي تعملي اكس راي او رنين مغناطيسي، بتكتشفي ان في مشكله ولا مفيش مشكله، بيعمل اختبارات زي اختبارات التذكر، هي اشكال والوان وصور، ونبدا نقول احنا في المرحله الاولى. الادويه مفاجأة، ليس العلاج، في علاج للزهايمر، الزهايمر ملوش علاج، احنا ليه أدوية بتقلل الضمور، بتعمل كنترول على الدمج اللي حصل عشان ما يزيدش، عشان ما ننقلش المرحلة التانية، اللي هي الناس ممكن تفتح الباب وتخرج وما يعرفوش يجيبوه، اللي هو يصحى الصبح يلبس وينزل، وبعدين فجأة يكتشف انه في الشارع، انا مش عارف هو الشارع ده شارع ايه، هو ولا عارف بعمل ايه، ويفضل واقف كده حاسس ان هو فاقد الزمان والمكان، لحد ما اولاد الحلال يبداوا يدوروا هو فين وبتاع. في دلوقتي التكنولوجيا اللي هي الساعه اللي بتبقى عارفه فيها لوكيشن جي بي اس، يعرف والده نزل ما نزلش، فيها الارم، في المرافق، المرافقين دول هايلين، وفي ناس كواليفيكيشنز يعني مؤهلين ان هم يبقوا موجودين مع اصحاب الامراض دي. المرحله الثانيه اللي هي فقدان الزمان والمكان، مش عارف الشاي بيتعمل ازاي، هو انا مش فاكر ان انا المفروض اولع، طبعا بيولع نور، بيولع كهرباء، بيولع الشعلات، الكهرباء، البوتاجاز، ولا اي حاجه، وينسى ويمشي، شغل، سيب التلفزيون شغال، يفتح بس الشقه ويسيبه مفتوح. طب انا عايزه اسالك سؤال قبل ما نختم، المصحف كان هنا ومين شاله؟ مين شاله مثلا وهو ما كانش موجود، الرد يبقى ايه؟ انا خدته اقرا فيه، هجيبه لك حالا. طب بص، ممكن تاخد ده مؤقتا مكانه، بكره هيسال نفس السؤال تاني، ما حسسوش ان في مشكله، ان في خالص مشكله، لان ده هيأثر. صبر بقى، صبر علشان خاطر يعني اللي بيعاني في الزهايمر هم المرافقين لاصحاب مرض الزهايمر، وعلى قد ما هو صعب وبيجي في الناس كبار السن العزاز علينا، وعلى قد صبرنا وتحملنا ليهم، على قد ما يكون الاجر والثواب كبير من عند ربنا سبحانه وتعالى. نورتيني يا دكتور، نورت بجد، انا مبسوطه جدا بيكي النهارده، بجد نورتي الدنيا. شكرا، بشكر حضراتكم مشاهدينا، ولو عشتوا كل عمر اشوف حضراتكم بكره على خير ان شاء الله. سلام عليكم.